الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الفيديو الجديد على قناتكم حوحو. قبل 3 أيام تقريبا قامت بشكل رسمي جوجل بإطلاق أندرويد 10 النسخة الرسمية، وجاء صراحة بمجموعة من الميزات الخرافية. سوف أعرض هذه الميزات قبل بعد قليل، ثم سوف نشرح طريقة التحديث إليه إخواني الكرام حتى وإن كان قديم هاتفك، يعني بمجموعة من الطرق. طبعا بعد 3 ساعات او 4 ساعات من الان سوف اضع ايضا فيديو اخر كنت قد صورته لمجموعة من التطبيقات للناس التي لا تصل الاشعارات، سوف انشره في القناة ان شاء الله اخواني الكرام اليوم. اذا نمر لعرض الميزات الخرافية الموجودة في اندرويد 10 الجديد، ثم يعني شرح طريقة التحديث اليه بعدة الطرق اخواني الكرام. أولى الميزات الخاصة باندرويد 10 هي اللايف كابتشن. هذه الميزة والتعليقات التوضيحية المباشرة تتيح لك وضع ترجمات لأي فيديو أو موسيقى لديك بدون الحاجة إلى الإنترنت. بضغطة واحدة سوف يظهر الفيديو حيث يمكن لك مشاهدته يعني بدون صوت، يعني وتفهم مضمونه من خلال تلك التعليقات التوضيحية التي تظهر في شاشة الفيديو، أو قراءة يعني مضمون الفيديو إذا كان صوته غير مفهوم أو يعني غير مسموع بشكل جيد. ميزة رائعة جدا. الميزة الأخرى الرائعة جدا هي سمارت ريبلي، يعني أو الإجابات الذكية. هذه الميزة رائعة بشكل كبير، لأنه مثلا عندما تتوصل برسائل في تطبيقات التواصل الاجتماعي، لنأخذ كنموذج مثلا واتساب، كتب لك شخص مثلا السلام عليكم أو كتب لك رسالة كنموذج السلام عليكم، أندرويد 10 مباشرة عندما يصلك إشعار سيقترح عليك بدون أن تدخل وبدون أن تضيع وقتك أن تقوم بالإجابة عليه عليكم السلام مباشرة، أي سوف يظهر لك يعني الإجابات الذكية إخوانكم، وهذا سوف يوفر لك وقت كبير وكبير جدا. الميزة الرائعة الأخرى في أندرويد 10 هو تصفح هاتفك بالإيماء فقط، الإيماء عفوا فقط. مثلا إذا كنت تريد الرجوع إلى شيء يمكن الضغط على من اليمين إلى اليسار أو إلى الأسفل إلى الأعلى والأعلى إلى الأسفل، من اليسار إلى اليمين، يعني تتحكم بهاتفك الدخول إلى مجموعة من الأشياء بسهولة وبسرعة كبيرة جدا فقط بالإيماءات إخواني الكرام. هذه ميزة رائعة جدا سوف تساعد في كسب وقتك بشكل كبير في أندرويد 10 عندما تقوم بتثبيتها في هاتفك. الميزة الأخرى المهمة هو وضع التركيز. هذا الميزة رائعة جدا بشكل كبير جدا في أندرويد 10، وتتيح لك أن تقوم بتحديد مثلا بعض التطبيقات لإيقافها يعني مؤقتا. مثلا ترغب في إيقاف تشغيل تطبيق يشتت انتباهك، وعدة تطبيقات تشتت انتباهك بينما تقوم بشيء مهم يعني في هاتفك، فمن خلال هذا الوضع عندما تقوم الدخول إليه تضغط على التطبيقات التي لا تريد أن تشتت انتباهك، وبذلك توقفها مؤقتا وليس كليا. ميزة رائعة جدا. يعني فاميلي لينك، هذه الميزة إخواني الكرام مهمة جدا موجهة بالنسبة لأباء والأمهات مع أطفالهن، حيث أنه يمكن لك التحكم في استخدام الأطفال للهواتف الذكية، يعني تحديد وقت معين وأيضا تحديد مثلا وقت لبعض التطبيقات، يعني حتى يستخدمها مثلا 20 دقيقة وخلاص يمنع بعد ذلك من استخدامها، وأيضا الهاتف بشكل عام. بالتلفاز ميزة رائعة جدا، يعني تتيح لك منع الطفل من استخدام الهاتف لمدة طويلة. الميزة الأخرى إخواني الكرام هي دارك تيم، يعني أو الثمة السوداء. ميزة رائعة ومهمة للغاية جدا على مستوى يعني مثلا البطارية، لأنه عندما سوف تحول عبر هذه الميزة شاشة هاتفك أو جميع الأقسام الموجودة والتطبيقات الموجودة في هاتفك إلى اللون الأسود، سوف توفر شاشة أو يعني بطارية بشكل كبير، لن تشحن هاتفك بشكل كثير إخواني الكرام، لأنه كما ذكرت سوف تقتصر في البطارية. ثم أيضا على مستوى العينين، يعني سوف تحافظ على عينيك خصوصا عندما تتصفح الهاتف في الظلام. الميزة الأخرى والميزات الكثيرة الأخرى إخواني الكرام خاصة بالخصوصية والحماية في الأندرويد 10، صراحة ميزات كثيرة كثيرة جدا لن أستطيع شرح كلها. يعني وضعنا قبل أيام تطبيق أو تدوينة حول يعني هذه الميزات الموجودة في أندرويد 10، سوف تجدون رابط أسفل الفيديو. ومن بين هذه الميزات الخاصة بالخصوصية مثلا منع المواقع والتطبيقات من التجسس على الموقع الجغرافي الخاص بك، وهذا مهم جدا. يمكن لك تحديد مثلا المواقع والتطبيقات التي ممكن أن تشاهد موقع الجغرافي أو تمنعها بشكل كامل إخواني الكرام. ميزات كثيرة جدا خاصة بالأمان سوف تجدون رابط أسفل الفيديو حالة ما كنت تريد الاطلاع عليها.
إذا نمر إلى طريقة تحديث هاتفك إخواني الكرام. في الأصل يعني هناك طريقة يعني 3 طرق. الطريقة الأولى هو أن الشركة ترسل لك يعني التحديث، وهذه الطريقة نعلم بأنها بطيئة ولا تصل إلى جميع الهواتف، فقط تقريبا 10% من الهواتف في العالم يعني يتم تحديثها إلى آخر إصدار من الأندرويد عبر الشركات المصنعة للهواتف. لكن في حالة ما كان لديك هاتف قديم ولا يتوصل بالتحديثات، فهناك يعني طريقتين أخرتين إخواني الكرام، إما عن طريق مشروع يعني بروجكت تريبل، يعني هذا المشروع الذي سبق وشرحناه من قبل إخواني الكرام، حيث سوف تدخل إلى هذه الصفحة وتقوم بتحميل مباشرة أندرويد 10، النسخة الخاصة بالأندرويد 10 كما سوف تشاهدون سوف يتم تحميلها. لكن قبل أن تقوم بتحميلها سوف تتعرف على يعني هل هاتفك يدعم هذا المشروع أو لا في الوقت الحالي. بطرح هناك هواتف قديمة وحديثة تدعم هذا المشروع، لذلك كل ما سوف تقوم به هو تحميل إحدى التطبيقات التي شرحناها من قبل لكي تعرف إذا كان هذا المشروع يدعم هاتفك، وإذا كان يدعم هاتفك تقوم مباشرة بالانتقال إلى هذه الصفحة وتقوم بتحميل النسخة الخاصة بأندرويد 10 من هنا إخواني الكرام، وتثبيتها في هاتفك، تثبيتها في هاتفك كتثبيت أي روم معدل. وإذا كنت لا تعرف طريقة تثبيت أي روم معدل يعني فسوف تجدون فيديو خاص بي أسفل الفيديو يشرح طريقة تحديث إلى الأندرويد 10 عن طريق يعني هذه النسخة إخواني الكرام، خطوة بخطوة إخواني الكرام. الحين إذا كان هاتفك لا يدعم مشروع بروجكت تريبل إخواني الكرام من جوجل، فيعني هي مسألة الانتظار فقط. فهناك طريقة أخرى، يعني طريقة أخرى عن طريق يعني الرومات المعدلة، وأفضل روم معدل هو هذا الروم إخواني الكرام. في الوقت الحالي هناك أندرويد 9 إخواني الكرام، لكن في الأيام المقبلة سوف يتم يعني وضع مباشرة الرومات يعني المعدلة الخاصة بأندرويد 10 حتى تقوم بالتحديث إليه. لذلك فتدخل إلى هذه الصفحة وتقوم بالبحث، مثلا أريد هاتف يعني أوبو مثلا أو سامسونج، يعني هنا هواتف سامسونج مثلا لدي مثلا جالاكسي نوت يعني 3 أو جالاكسي اس 4 كما سوف تشاهدون. عندما أضغط على أي يعني هاتف يعني موجود في هذه القائمة سوف يعطيك يعني الروم لكي تقوم بتحميله إخواني الكرام. في الوقت الحالي كما ذكرت هذه الرومات خاصة بأندرويد 9، إذا يعني في حالة ما كان لديك أندرويد مثلا 6 أو 7 أو 8 يمكن لك التحديث إلى أندرويد 9 يعني من خلال هذا الروم إخواني الكرام خاصة بالهواتف الموجودة هنا، يعني أغلب الهواتف موجودة إخواني الكرام حتى القديمة كما ذكرت. في انتظار بتاع حال أيام مقبلة سوف يتم وضع يعني أندرويد 10 في القائمة ويمكن لك التحديث إليه إخواني الكرام. إذا كانت هذه بالنسبة لطرق التحديث، يعني عن طريق مشروع أندرويد يعني بروجكت تريبل، وعن طريق أيضا إذا كنت تريد من طريق يعني الروم معدل هذا الروم إخواني الكرام، فقط الروابط سوف تجدها أسفل. وعندما تقوم بتحميل أي روم كما ذكرت هناك فيديو خاص سوف أضع لكم أسفل فيديو لطريقة تحديث يعني وتثبيت الروم مباشرة على هاتفك. إذا كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو إخواني الكرام، استعرضنا مميزات أندرويد 10 وأيضا طريقة التحديث إليه. انتظروا يعني فيديو ثاني اليوم خاصة بمجموعة التطبيقات جمعتها لكم، وأراكم إن شاء الله في مواضيع جديدة، الروابط أسفل الفيديو. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.